هنبدأ جولتنا المرة دي من إنجلترا، وجريدة آي سبورت الإنجليزية اهتمت أكيد بفوز الأرسنال على السيتي بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي، وكتبت هدف مارتينيلي يحقق أول انتصار للمدفعجية على السيتي منذ 2015. كمان الجريدة اهتمت بتصريحات أرتيتا المدير الفني للأرسنال اللي أكد فيها غياب ساكا عن قائمة المنتخب الإنجليزي بداعي الإصابة. لسه في إنجلترا مع صحيفة مترو الإنجليزية اللي كتبت مارتينيلي يدخل من مقاعد البدلاء لينهي انتظار أرسنال الطويل للتغلب على السيتي. لسه في إنجلترا زي صن الإنجليزية ركزت على رد فعل السيتي عقب الهزيمة والشجار الذي وقع بعد المباراة، وسلطت الضوء على تصريحات بيب جارديولا اللي أكد فيها قدرة السيتي على الاستمرار في المنافسة بالرغم من الهزيمة أمام الأرسنال. من إنجلترا نروح لفرنسا، الإكيب الفرنسية سلطت الضوء على إمبابي وتساؤلات الصحيفة هل يعيش إمبابي أزمة ثقة؟ كتبت صحيفة 4 مباريات لإمبابي بدون أهداف، وفي مباراة رين طرق انطباع دائم بعدم القدرة على التسجيل. اسبانيا صحيفه ايس الاسبانيه سلطت الضوء على ميسي لاعب انتر ميامي الامريكي، وكتبت هل يمكن لميسي الذهاب الى السعوديه بعد غياب انتر ميامي عن التصفيات النهائيه للدوري الامريكي؟ كتبت الصحيفه ان صندوق الاستثمار السعودي بيسعى حاليا لاستعاره ميسي من فريقه الامريكي حتى نهايه الموسم، خاصه ان فريق انتر ميامي انتهى الموسم بالنسبه له في امريكا. طبعا حضراتكم عارفين صفقة ميسي كان هدف أساسي طبعا للسعودية، ولكن دلوقتي كمان وارد جدا أنه ينضم خلال ال3 شهور اللي جايين، لأن انتر ميامي خلاص خرج من البلاي أوف وانتهى الموسم بالنسبة له في أمريكا. ده بعض التقارير قالت أن السعودية هتشوف حالة إعارة ميسي لنهاية الدور الأول ال3 شهور اللي جايين، ده اللي هنشوفه خلال الفترة اللي جاية.